أعتقد اليوم غدا بعد غد قبل الجلسة على كل حال سينتج لنا تفاهم. هسه التفاهم مو بالضرورة يكون بصيغة تحالف، مو بالضرورة يكون بصيغة كتلة، قد يكون بصيغة أخرى تنتج لنا حفظ لاستحقاق المكون الأكبر وحفظ لاستحقاق المكونات الأخرى. هذا اللي نقوله. احنا اليوم ما نقول خلي نروح نرجع مثل ما كنا سابقا، التحالف الوطني شيء والتحالف الكردي شيء والتحالف السني شيء، لا ما نقول هذا الشيء. نقول لا، خلينا نذهب باتجاه الأغلبية، ولكن الأغلبية في تشكيل الحكومة وليس في تشكيل الكتلة الأكبر.